تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قراءة في كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل الشيباني، رواية ابنه عبد الله غفر الله لهما ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. باب في زهد موسى عليه السلام. احنا ما انتهينا منه. لا شيخنا، بدأنا الآن، رجع ذكر في باب جديد، ذكر في زهد موسى عليه السلام. احنا كنا انتهينا باب وجاء في اخبار موسى، نعم وبعد شيخ. ذلك جئنا الى زهد ابي دا الى زهد داود. اذا نعم هناك ترجم، قال باب وجاء في اخبار موسى ولم يقل زهد موسى، صحيح؟ نعم شيخ. يعني. نعم شيخ. وبعدين انت بابين، زهد موسى وأخبار موسى عليه السلام. أخبار موسى عليه السلام شيخ. اي ممتاز. اذا وبعد ذلك جئنا الى، انتهينا من زهد داود عليه السلام. نعم شيخ. طيب تفضلوا الان. نعم ندلف إلى زهد. أحسن الله إليكم شيخنا. باب في زهد موسى عليه السلام. حدثني قال المصنف رحمه الله: حدثني عبد الله بن أبي عاصم أنه سمع وهب بن منبه يقول: إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى عليه السلام أن قومك يبنون لي البيوت ويقربون لي القربان، وإني لا أسكن البيوت ولا آكل اللحم، ولكن آية بيني وبينهم أن يعدلوا بين الغني والمسكين، والآية بيني وبينهم إذا أرضوا المساكين فقد رضيت، وإذا أسخطوهم سخط. وهذا فيه فضل الإحسان إلى المساكين، والنبي كان يقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وأيضا فيه تنزيه الله تبارك وتعالى عن الصاحبة والولد والطعام والشراب، وأيضا فيه التحذير من الناس الذين يبنون المساجد أو يبنون يقومون بأعمال البر والخير ولا يحسنون إلى عباد الله. انظر، قال: يبنون لي البيوت، يعني بيوت العبادة، ويقربون لي القربان، يذبح ويأتي بالخير، لكنه لا يحسن ولا يعدل مع المساكين. فهذا الأمر عظيم جدا أيها الكرام الفضلاء، فينبغي الإنسان أن حقوق الناس على المشاحة وحق الرحمن عز وجل على المسامحة ما لم يكن شرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم أحسن الله إليكم شيخا. وعن وهب بن منبه يقول أن موسى قال لبني إسرائيل: ائتوني بخيركم رجلا، فأتوه برجل، فقال: أنت خير بني إسرائيل؟ قال: كذلك يزعمون. قال: اذهب فأتني بشرهم. قال: فذهب فجاء وليس معه أحد، فقال: جئتني بشرهم؟ قال: أنا ما أعلم من أحد منهم، ما أعلم من نفسي. قال: أنت خيرهم. أي نعم. وهذا دلالة على أن الإنسان أيها الكرام الفضلاء عليه أن يحسن في حسن ظنه بالناس، أن يحسن في حسن ظنه في ظنه بالناس. وهذا يدل على مثل هذا، لما قال له: وجئني أو ائتني بشرهم، فذهب ورجع وليس معه أحد، فقال: جئتني بشرهم، يعني جبت اللي معاك أشر واحد فيهم. هذا كان من الغرض منه السؤال، فقال: أنا ما أعلم من أحد منهم، ما أعلم من نفسي. وهذا فيه عظم حسن الظن بالناس، عظم حسن الظن بالناس. نعم أحسن الله إليكم شيخنا.
وعن وهب بن منبه يقول قال موسى عليه السلام أي رب أي عبادك أحب إليك؟ قال من أذكر برؤيته؟ قال ربي أي عبادك أحب إليك؟ قال الذين يعود من أي تفضل صحيح من أذكر برؤيته يعني من إذا رآه الناس ذكروا الله عز وجل، هذا هو المقصود، من إذا رآه الناس ذكروا الله عز وجل. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال ربي أي عبادك أحب إليك؟ قال الذين يعودون المرضى ويعزون الثكلى ويشيعون الهلكة. وهذا فيه فضيلة هذه الأعمال، هذا فيه فضيلة هذه الأعمال. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. وعن قال لما مات موسى ابن عمران عليه السلام جالت الملائكة في السماوات يقولون مات موسى فأي نفس لا تموت. يا سلام، يعني على ما كان منه كليم الله تبارك وتعالى، وهو من أولي العز، يعني نزل بهم أمر عظيم، نزل بهم أمر عظيم. نعم، فكل نفس تموت بعد ذلك فهي هينة. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. وعن عطاء قال طاف موسى بالبيت وبين الصفا والمروة وهو يقول اللهم لبيك، فأجابه ربه تبارك وتعالى لبيك يا موسى، ها أنا ذا لديك. وعليه جبة قطوانية. وقال قران مرة وهو في عباءة قطوانية. أي نعم، وهذا كما جاء عن أبي موسى الأشعري قال عليه الصلاة والسلام لقد مر بالروحاء 70 نبيا فيهم نبي الله موسى عليه السلام حفاة عليهم العباء يؤمون بيت الله العتيق، يؤمون بيت الله العتيق. ولذلك أيضا ثبت أن عيسى عليه السلام أنه ينزل طبعا آخر الزمان ويهل بالحج أو بالعمرة أو بهما معا، كما عند مسلم عن أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو لا يثنيهما يعني يجمع بينهما جميعا. وهذا كله يدل على مثل هذه. وأيضا عند الطبراني عن ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام صلى في مسجد الخيف 70 نبيا منهم موسى عليه السلام كأني أنظر إليه وعليه عباءتان قطوانيتان وهو محرم على بعير من إبل شنوءة بضم الموحدة، هذه قبيلة من قبائل اليمن أهلها فيهم سمرة، مخطوم بخطام ليف له ضفران، يعني خطام من الليف مضفر، خطام من الليف مضفر. وهذا حديث حسنه العلامة الألباني رحمة الله على الجميع. ولذلك يقول ابن إسحاق في السيرة حدثني ثقة من أهل المدينة عن عروة بن الزبير أنه قال ما من نبي إلا وقد حج البيت إلا ما كان من هود وصالح، إلا ما كان من هود وصالح، ولقد حجه نوح عليه السلام إلى آخر الحديث. يقول ابن كثير في البداية والنهاية أنهما حج إليه
وهنا المقصود بالحج إلى محله وبقعته، وإن لم يكن ثم بناء، وإن لم يكن ثم بناء. وكما قال الجويني في نهاية المطلب: أول من حج البيت آدم عليه السلام، آدم عليه السلام. وما المقصود هنا الآن بقوله العباءة القطوانية؟ ما هنا المقصود ب عليه عباءتان قطوانيتان؟ يا شباب، ما هي العباءة القطوانية؟ شيء زي الإحرام شيخ. العباءة القطوانية يا أحباب هي عبارة عن زي الإحرام بالضبط. نعم صحيح، هي عبارة عن عباءة بيضاء قصيرة، بيضاء إيش؟ قصيرة. وأيضا جاء عليه عباءتان قعوايتان، عليه عباءتان قعوايتان أو قطوانيتان أو قطوانيتان. نعم تفضلوا. أحسن الله إليكم شيخنا. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي بموسى عليه السلام عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. نعم، هذه في الرحلة، هذه لما النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء، وهذا طبعا يكذب أبو حمالات الدجال الكذاب، أبو حمالات الدجال الكذاب الذي ينكر الإسراء والمعراج. الغريبة أنه ينكر بجهل، هذا لا عنده علم بأي نوع من أنواع العلوم الشرعية، لكنه عدو لله ولرسول عليه الصلاة والسلام. وأبشركم يعني قام المحامون هناك من عامة الناس حقيقة، لأنه هو في مسألة ممنهجة يعني يعتدي على ثوابت الإسلام ويثير العامة ويثير الناس البسطاء بهذا الجهل، ويعتدي على الحرمات وعلى العورات. وهذه هي عادة الملاحدة، أنهم أجهل من حمر أهلي من كان لأهلهم حمار. والحديث هذا حديث، أصل الحديث هذا صحيح عند مسلم، قال: مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. هذا حديث رواه مسلم. طيب، هذا الحديث فيه مسائل. أولا، العلماء مختلفين في مكان قبر موسى عليه السلام. العلماء أيها الكرام الفضلاء مختلفين في مكان قبر موسى عليه السلام. طيب، الكثيب الأحمر هذا أين يقع يا شباب؟ أين يقع الكثيب الأحمر؟ يقع في طريق بيت المقدس، وهو وصف مبهم وليس محددا. طيب، لماذا هو وصف مبهم وليس محددا؟ لماذا هنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد كما وصف بيت المقدس حجرا حجرا وشرفة شرفة؟ لماذا أبهم هنا؟ الله أكبر، أرأيتم؟ أحسنتم، نعم. طيب، الكثيب على كل حال هو الكوم، هو الكومة من الرمال، ومر معنا وذكر لكم إن هو الحقف، هو يعتبر هو الكثيب. طيب، والله عز وجل أخفى
هذا القبر عن الخلق حتى لا يعبد من دون الله تبارك وتعالى. طيب الآن في قبره يصلي، وهذا دليل على حياة الأنبياء بعد موتهم، وأنهم يتميزون عن سائر الأموات إلا الشهداء، لأن الله يحييهم مرة أخرى حياة خاصة، بأن الله يحييهم حياة خاصة فيها من النعيم والكرامة ما لا يتعرض له أحد من الناس. وفي رحلة الإسراء والمعراج وفي أحاديثها الصحاح، النبي عليه الصلاة والسلام رأى الأنبياء في السماوات وصلى بهم إماما في بيت المقدس عليه الصلاة والسلام، والله على كل شيء قدير. ولذلك روى البزار وحسنه الشيخ الألباني قال من حديث أنس عليه الصلاة والسلام: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. حتى الإمام السيوطي ألف جزء سماه إنباء الأذكياء بحياة الأنبياء، والبيهقي ألف أيضا جزء سماه حياة الأنبياء بعد وفاتهم، وقال فيه البيهقي أن هناك شواهد تدل على ذلك من الأحاديث الصحيحة، أعني حياة الأنبياء بعد موتهم. وقال السيوطي رحمه الله في الحاول الفتاوي: حياة النبي عليه الصلاة والسلام في قبره هو وسائر الأنبياء معلومة عندنا علما قطعيا لما قام عندنا من الأدلة في ذلك وتواترت به الأخبار. قال القرطبي في المفهم على شرح مسلم، لأن الحديث هذا عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى رؤية حقيقية في اليقظة، هذه واحدة، وأن موسى كان في قبره حيا، هذه اثنين، يصلي فيه الصلاة التي كان يصليها في الحياة، هذه ثلاثة، وهذا كله ممكن لا مستحيل في شيء منه، هذه أربعة، وأن الشهداء أحياء في يرزقون، هذه خمسة، ومنهم من وجد في قبره لم يتغير على مر السنين، هذه ستة. فإذا كان الشهداء أحياء فالأنبياء من باب أولى وأحرى، هذه السابعة. ويقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: الأنبياء أرواحهم في السماء استقرت بعدما فارقت الأبدان، وروح النبي صلى الله عليه وسلم صعدت إلى هناك في حال الحياة، ثم عادت في الإسراء يعني فين في الإسراء والمعراج، وبعد وفاته استقرت في الرفيق الأعلى مع أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومع هذا فلها إشراف على البدن وإشراق وتعلق به، بحيث يرد السلام على من سلم عليه. وبهذا التعلق رأى موسى قائما يصلي في قبره، ورآه في السماء السادسة، ومعلوم أنه لم يعرج بموسى من قبره ثم رد إليه، وإنما ذلك مقام روحه واستقرارها، وقبره مقام بدنه واستقراره إلى معاد الأرواح إلى الأجساد. فرآه يصلي في قبره ورآه في السماء السادسة، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام في أرفع مكان في الرفيق الأعلى مستقرا هناك، وبدنه في ضريحه غير مفقود، وإذا سلم عليه المسلم رد الله عليه روحه عليه الصلاة والسلام حتى يرد عليه السلام. قال الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه الماتع التوسل: حياته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته مخالفة لحياته قبل الوفاة، لأن الحياة البرزخية غيب من الغيوب ولا يدري كنهها إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن من الثابت والمعلوم أنها تختلف عن الحياة الدنيوية ولا تخضع لقوانينها. فالإنسان في الدنيا يأكل، يشرب، يتنفس، يتزوج، يتحرك، يتبرز، يمرض، يتكلم، ولا أحد يستطيع أن يثبت أن أحدا بعد الموت، حتى الأنبياء
عليهم الصلاة والسلام، وفي مقدمتهم نبينا صلى الله عليه وسلم تعرض له هذه الأمور بعد موته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم يضرب لنا مثال مهم جدا يرد على الصوفية القبورية. قال الصحابة كانت تنزل بهم الأمور والعظام والجسام، ومع ذلك ما روي عن أحد منهم أنه ذهب إلى قبره وشاوره فيه عليه الصلاة والسلام وسأله ماذا يفعل في هذا الأمر. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن النبي انقطع عن الحياة الدنيا عليه الصلاة والسلام، ولم تعد تنطبق عليه أحوالها ونواميسها. فرسول الله عليه الصلاة والسلام بعد موته حي أكمل حياة يحياها إنسان في البرزخ، أعيد، في البرزخ، حياة برزخية خاصة لا تشبه حياة الدنيا. هذه ياريت يفهموا بس الصوفية القبورية. إذن فصلاة موسى عليه السلام وسائر الأنبياء في قبورهم ليست على وجه التكليف، إذ التكليف منقطع بالموت، وإنما هي على وجه التنعم والتلذذ بعبادة الله وإقامة ذكره. وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: هذه الصلاة ونحوها مما يتمتع به الميت ويتنعم بها، كما يتنعم أهل الجنة بالتسبيح، فإنهم يلهمون التسبيح كما يلهم الناس في الدنيا النفس. فهذا ليس من عمل التكليف الذي يطلب له ثواب منفصل، بل نفس هذا العمل هو من النعيم الذي تتنعم به الأنفس وتتلذذ به. نضف إلى ذلك ما قالته اللجنة الدائمة في فتوى بتوقيع سماحة والدنا الشيخ بن باز، والدنا الشيخ آل الشيخ، والدنا الشيخ عبد الله الغديان، والدنا الفوزان، وبكر أبو زيد رحمة الله على الجميع حياً وأمواتاً، في مسألة أنه حديث قائم يصلي في قبر موسى عليه السلام: كل ذلك حق يجب الإيمان به والتسليم له، وإثبات أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى موسى عليه السلام في قبره يصلي، ورآه أيضاً في السماء، والله على كل شيء قدير، ولا يجوز إنكار ما ثبت في النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لحيرة العقول فيها أو قياس عالم الغيب وعالم البرزخ على عالم الشهادة. ما نقيس عالم البرزخ وعالم الغيب على عالم حياتنا الدنيا هذه، أو دعوة أن ذلك من مختلقات اليهود، فكل ذلك خطأ وضلال وانحراف عن الصراط المستقيم. وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان أو في دفع إيهام الاضطراب قال في قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، قال: هذه الآية تدل بظاهرها على أن الشهداء أحياء غير أموات. طيب، وقد قال الله عز وجل لمن هو أفضل من كل الشهداء: إنك ميت إنهم ميتون، فكيف يجمع بينها؟ قال: والجواب عن هذا أن الشهداء يموتون الموتة الدنيوية فتورث أموالهم وتنكح نساؤهم بإجماع المسلمين، وهذه الموتة التي أخبر الله نبيه أنه يموتها عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت في الصحيح عن الصديق لما توفى النبي عليه الصلاة والسلام قال: بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها. ثم قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم بعد ذلك استدل بالقرآن الكريم وقال عمر: كأني أسمعها الآن نزلت: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم الآية.
إذن هي خلاصة القول حياة برزخية خاصة في القبور أيها الكرام، أيها الكرام الفضلاء. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أثبت حياته في القبر بحيث يسمع السلام ويرده، بحيث يسمع السلام ويرده، وأصحابه الذين دفنوه صلى الله عليه وسلم لا تشعر حواس بتلك الحياة. عرفنا أنها حياة لا يعقلها أهل الدنيا أيضا. وإما يقرب هذا للذهن حياة النائم، فإنه يخالف الحي في جميع التصرفات، مع أنه يرى الرؤيا في المنام ويدركها ويعقل معانيها. نعم أحسن الله إليكم شيخ. وعن عطاء ابن يسار قال قال موسى صلى الله عليه وسلم: يا رب، من أهلك الذين تظلهم في ظل عرشك؟ قال: هم البرية أيديهم، الطاهرة قلوبهم، الذين يتحابون بجلالي. يعني هنا مقصود بذلك اللي هو يعني أيديهم برية من كل معصية، لا يغلون، لا يسرقون، لا يأخذون مال أحد، هذا هو المقصود. نعم نعم أحسن الله إليكم شيخنا. هم البرية أيديهم، الطاهرة قلوبهم، الذين يتحابون بجلالي، الذين إذا ذكرت ذكروا بي، وإذا ذكروا ذكرت بهم بذكرهم، الذين يسبغون الوضوء في المكاره وينيبون إلى ذكري كما ينيب النسور إلى وكورها، ويكلفون بحبي كما يكلف الصبي بحب الناس، ويغضبون لمحارمي إذا استحلت كما يغضب النمر إذا حرب. نعم أرأيتم هذه الصفات الجميلة، ولذلك هذا يدخل في باب الولاء والبراء، فأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وينبغي للإنسان أنه يغضب إذا انتهكت محارم الله تبارك وتعالى. نعم أحسن الله. وعن وهب بن منبه يقول: بلغنا أن الله تبارك وتعالى قال لموسى عليه السلام: يا موسى، وعزتي وجلالي، لو أن النفس التي قتلت أقرت لي طرفة عين أني لها خالق أو رازق لأذقتك فيها طعم العذاب، وإنما عفوت عنك أمرها يا عدن البداية فضيلتك. أحسن الله إليك شيخنا. يا موسى، وعزتي وجلالي، لو أن النفس التي قتلت لا التي 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 قتلت مش هو قتل نفس أيوة التي التي قتلت. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. لو أن النفس التي قتلت أقرت لي طرفة عين أني لها خالق أو رازق لأذقتك فيها طعم العذاب، وإنما عفوت عنك أمرها أنها لم تقر لي طرفة عين أني لها خالق أو رازق. يعني كانت نفسا كافرة. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. وعن عمران القصير قال قال موسى ابن عمران: أي رب، أين ابن عمران؟ أحسن الله إليكم شيخنا. قال موسى ابن عمران: أي رب، أين أبغيك؟ قال: أبغني عند المنكسرة قلوبهم، إني أدنو منهم كل يوم باعا، ولولا ذلك لانهدموا. نعم، وهذا يدل على فضل جبر قلوب المنكسرين، يدل على فضل جبر قلوب المنكسرين. لما قال أين أبغيك يعني أين أجدك يا رب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث
لما قال الرجل إني أجد قسوة في قلبي، قال أطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم يستلن قلبك. والقلوب المنكسرة يعني بحب الله عز وجل عن حب غيره، عن حب غيره. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم يقول حديث أبي هريرة، يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني؟ قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ ولذلك يعني الأمر الإنسان يكون عند هؤلاء المنكسرين أمر عظيم جدا سبحان الله. ولذلك هذا أن الإنسان يتفقد هؤلاء المنكسرة قلوبهم، فيجد أنه يرق قلبه بأمثال هؤلاء: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وهذا أيضا يؤدي إلى ترقق القلوب، يؤدي إلى ترقق القلوب. نعم، إلى ترقق القلوب. نعم، أحسن الله إليكم شيخ. انتهى الباب شيخنا حبيبك. وهذا والله أعلم، صلى الله عليه وصحبه وسلم، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم اسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وشكر نعمتك وحسن عبادتك وقلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. وإذا أردت بقوم الفتنة فاقبلنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين. اللهم ارحم أبانا وأمهاتنا وأصحاب الحقوق علينا. اللهم من كان منهم حينا طول عمر على الطاعة، ومن كان منهم ميتا فاجعل مثواه جناتك جنات النعيم. اللهم اشفي عم مسعود يا رب العالمين شفاء لا يغادر سقما، واشفي كل مريض مسلم، واشفي كل مبتلى، عافي كل مبتلى مسلم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشفي أبا زياد عم رياض خلف شفاء لا يغادر سقما، أحسن عواقبنا وخواتيمنا يا رب العالمين، واجعل خير كلامنا في هذه الحياة الدنيا لا إله إلا الله. اللهم سلمنا لرمضان وتسلمنا متقبلا يا عزيز يا رحمن. بارك هذا المجلس وبارك ذرياتنا ونساءنا وأهلينا أجمعين يا رب العالمين يا رحمن الرحمين. تم الكلام ربنا المحمود وله المكارم والعلا والجود، ثم الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ما لاح قمر وورق عود، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.